خاطب عمو يزيد أطفال عاصمة التيتري، فلبوا الدعوة وحضروا إلى دار الثقافة حسن الحسني، وكانت الأجواء بهيجة. معلمتي وكعادته عمو يزيد لم يحصر الحفل بين غناء للأطفال ورقص على أنغامها، إلا وإن كان بينهما مواعظ ودروس، وهو ما استحسنه الأطفال. جابوا عمو يزيد، علمنا قيمة الوالدين، علمنا عن الكذب والصدقة. رحنا وصفقنا وغنينا معه وفشطحنا وفرحنا، عطانا هديات وصفقنا، وكنا ندخلوا المدرسة ندخلوا فرحانين وزهيانين، وصانا على الإيمان والصدق والنظف. عمو يزيد وعد الأطفال الذين لم يزرهم خلال هذه العطلة ببرنامج خاص. ماذا بينا احنا نفرحوا بزاف بلك الولايات اللي لموا على عمو يزيد، انبوه علاش ما تجيش لعندنا وكمل من خلال شروق نيوز شروق تي في. راح نعطيهم وعد بلي راح نزورهم ان شاء الله، وباقي لنا ختام ومسك نهار السبت ان شاء الله على الوحدات العشيه في قاعه الاطلس مع الديوان الوطني للثقافه والاعلام ومجمع الشروق، وين راح يكون حفل كبير مصور وكامل ويبث، وين احنا الهدف نتاعنا أن الطفل يجي مع الوالدين تاعو يتشبع بأغاني تربوية هادفة جزائرية. فن ورسالة، على هذه الخطى سار عمو يزيد ليخطف قلب الصغير منهم قبل الكبير، وينهي جولاته عبر الولايات مودعا سنة 2016 برفقة أبنائه من أطفال الوطن في مبادرة تجعلنا نقول هنيئا لأطفال المدية.